بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلموا على السياسة الثقافية، ومن بعد يمكن نهضروا شوية على الثقافة السياسية وشوية ديال الرياضة، ما فيها بس. إذا سمحتوا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، أولا كنشكركم على التفاعل مع الجواب اللي كيبين مدى الاهتمام ديالكم بهذا الموضوع ديال الإشعاع الثقافي والدور اللي كيلعبوا في ترسيخ قيم الهوية المغربية، وهدف حد ذاته مكتسب. وإلى سمحتوا نهنيكم السيدات والسادة النواب المحترمين على اختياركم لهذا الموضوع. علاش؟ لأن طول 10 سنوات الماضية مع ما كان موضوع لجلسة مساءلة شهرية ثقافة، بوندون 10 ما كانش مساءلة، كان سؤال واحد. كان واحد السؤال يتيم على رئيس الحكومة السابق ديال اللي سبقتنا ديال 3 دقائق. وطول هاد السنوات الوحيد اللي كان مهتم بهذا القطاع هو سيدنا الله يرحمه بالفعل، هو اللي كان وراء إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، حضور شخصيات فنية بارزة لبلادنا، وعرض روائع فنية عالمية، بالإضافة للرعاية السامية ديالو للمهرجانات ذات الصدى العالمي، وبفضل رؤية شديدة لصاحب الجلالة أصبح المغرب يحتضن أكبر المسارح بإفريقيا، ومنها اللي هي معالم حضارية. وماشي غير هادشي، حتى الفلانين كان كيخصهم بالعطف المولوي السامي، وكان كيتكلف بالجوانب الاجتماعية دائما، وكيتكلف شخصيا بالمصاريف لتوفير الرعاية الاجتماعية لهم. اليوم خصنا نستلهموا من سيدنا الله يرحمه، والدولة تقوم بالدور ديالها في المجال الثقافي والفني، وكنا نساهموا في إعطاء الأهمية اللازمة لهذا الجانب اللي عنده أبعاد إنسانية مهمة. وهذا هو التغيير المنشود في التعاطي مع القضايا المجتمعية، وهذا الشيء اللي غادي يكون إن شاء الله. وكل القضايا عندها أهمية تاع الحكومة، لأن بالفعل حكومة ديال جميع المغاربة وديال جميع الأواش. ينبغي الاعتراف بأننا ما استطعناش في الحكومات السابقة وضع سياسة ثقافية واضحة المعالم. دابا عاد غادي يشتغل عليها استراتيجية جديدة السيد الوزير، ماشي ديال لاكونستركسيون، واحد الاستراتيجية اللي هي جديدة إن شاء الله. وهذا الشيء راه ماشي مزايدات سياسية، لكن حكم مبني على آراء ديال نخب ومثقفين وعدة تقارير لوطنية بما فيها يعني النوفو موديل ديال الديفلوبمون اللي جا. وحنا كنعتبروا اليوم في الحكومة أن البلاد في حاجة لاستراتيجية شاملة ديال الثقافة، على غرار البرامج القطاعية الأخرى في مجالات بحال الصناعة والفلاحة وغيرها. وهذا الشيء اللي كيفسر التصور ديالنا منين وجدنا الهيكلة، اللي وجدنا الهيكلة ديال الحكومية وفصلنا قطاع الشباب والثقافة على الرياضة، لأنه بلي كيكونوا بجوج الرياضة كتاخذ بزاف بلوس دامبورتونس عند الوزير. فلهذا بغينا السيد الوزير باش إن شاء الله تكون عنده واحد المعالم ديال واحد الاستراتيجية واضحة اللي غادي تدعموا الحكومة باش نعملوا من هذا إن شاء الله 5 سنين اللي هي قدامنا، لأنه نعاود نذكر احنا يلاه بدينا، يلاه 100 يوم هذه باش بدينا، باقي عندنا الوقت ان شاء الله باش نشتغلوا ونعملوا داك الشيء اللي ما دعمش لحد الساعه. وحنا مع السيد الوزير كنشتغلوا فوق هذا الموضوع على رؤيه استراتيجيه لتحقيق تحول نوعي في القطاع، كما كنطمحوا في الحكومه الى ان تصبح الثقافه رافعه حقيقيه لتحقيق التنميه الاقتصاديه. وهذا الشيء ما يمكنش يتحقق الا اذا تم اخضاع الثقافه لمنطق الصناعة والمقاولة. لذلك غادي نعملوا على تقوية المقاولة الثقافية باش تحول لمحرك حقيقي للمبادرة الإبداعية، وباش تساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وفي تنويع النسيج الاقتصادي. وهذا الشيء غادي يساهم كذلك في تقوية إشعاع صورة المغرب والجاذبية ديالو في الخارج من خلال ثقافته الغنية والمتنوعة. وفي هذا الإطار غادي نعملوا على التواصل مع كل المعنيين بالإنتاج الثقافي من أجل إرساء اللبنات الأولى لصناعة ثقافية تساهم في خلق الثروة وفرص جديدة للشغل، وتعمل على الرفع من قيمة رأس مالنا الثقافي وتثمينه وتطويره. اللي طلعت على البيجي ديال وزارة الثقافة، وكتعرفوا بأن احنا جينا
بقالنا اسبوع ديك الساعه باش نحطوا يعني البيدجي، وكانت الاولويات اللي هي اولويات اجتماعيه، ولكن احنا الحقيقه داكشي اللي كاين عنده ما قادش، ولكن الطموحات هي كبيره ديال الحكومه، لان الثقافه يعني شيء مهم في التطوير ديال المجتمع ديالنا، وغادي نشتغلوا عليه وغادي نعطيه الامكانيات ان شاء الله. ما هذه الا بدايه، وباش اليوم يتحط هذا الموضوع ويكون هذا النقاش اللي هو مثير واللي هو فيه المهم وفيه اللي ماشي مهم، انه يعني هذه بدايه ان شاء الله خير، انه نعملوا من الاولويات ديالنا يعني الثقافه للمجتمع المغربي. وإلا سمحتوا قبيلة السيدة ديال الفريق ديال التقدم الاشتراكية ختمت بالأمازيغية، قالت شي حاجة اللي هي يعني سميتو كتقول بأنه السيدة الرئيس احنا بغيناكم تنجحوا، لأن النجاح ديالكم هو نجاح ديال الثقافة وديال الأمازيغية، لأنها هي العماد، وبغيناكم تعطيو يعني أهمية قصوى للفعل الثقافي، وغادي نكونوا سعداء أن نصفق لكم آنذاك إن نجحتم في هذا المسار. فوعد معطي إن شاء الله بأنه غادي نعملوا من الثقافة يعني محور أساسي في التنمية إن شاء الله، وهي مشكورة على هذه الكلمة الطيبة. أنا فيما يخص الخيط يعني الثقافة السياسية، أولا أنا السي وزين كنعرفو مزيان، كنعرفو من 2007. أنا دخلت الحكومة وكان معايا في الكابيني، ومن بعد مشى سكرتير ديتا، ومن بعد مشى وزير، رجل محترم. انا كيظهر لي بكل صراحه زعما لا حاجه الى باش بحال هاد المواضيع تجي لهنا للقبه ديال انا حاضر، لانه لا هو لا لا يعني كل شيء كبير على هاد المواضيع، كل شيء كبير على هاد المواضيع. وانا ما عمرني ما غادي يعني ندخل بعض الخطابات الشعبويه. هذه الحكومه يعني بكل صراحه ما عندهاش الوقت والجهد لتضييع زمن المغاربه في المزايدات الخاويه، وصعيب ونعاود ناكد بانه صعيب انك تلقى حكومه واغلبيه منسجمه بحال هذه اللي كاينه اليوم. كاين انسجام، سي وهبي مشكور رجل دوله، سي نزار مشكور رجل دولة، نحن منسجمين ونشتغل في أغلبية، وغادي نقودوا إن شاء الله هذا القطار، وغادي نقودوه معاكم يعني أحزاب المعارضة، لأن احنا في حاجة لكم، وحنا كنفرحوا يعني بلي نشوفوا يعني المعارضة قوية وكتاخذ الكلمة وكتنصحنا، احنا كنفرحوا ما عندنا حتى إشكالية مع هذا الشيء. ولكن كيظهر لي بانه كذلك احترام، لانه قال بانه ما كاينش ثقافه سياسيه، حنا احترام مخرجات ديال صناديق الاقتراع هي ثقافه، عدم رمي الناس بالاتهامات المجانيه حتى هي ثقافه، احترام يعني المعارضه من طرف الاغلبيه حتى هي ثقافه، دونك خص يكون الاحترام بيناتنا. حنا اسمح لي بون حقا كنت غنمشي بعيد، ولكن حزبكم احترموه لانه ما يمكنش يسميتو، والسي وزين نحترموه كذلك، كنت منه على الله انه ان شاء الله انه المعارضه المقبله من طرفه تكون بناءه وتكون هذا وتكون كونستركتيف بلا ما نمشي اكثر من هذا. فيما يخص الرياضه حنا عارفين بان كنا حنا المغاربه البارح نعسنا مقلقين، النتيجه ما عجبتناش، ولكن رفقنا في الصباح بخير، وما كاين باس
عندنا فريق شاب، فريق فتي كيبني كيشتغل وغادي يمشي للامام. اسيدي راه ماشي معقول. انا بعدا بلي كنشوف كيلكو بوست ديال مسؤولين كبار وكيدخلوا في هذاك شغلهم، ولكن حنا محتاجين لهذا الفريق، يجب ان ندعمه ونطلبوا المغاربه باش يدعموه. هاد الناس حنا الا نعسنا مقلقين، ولكن راه نعسنا هما الباح. انا سولتهم هذا الصباح، والله ما نعسوا الباح في الليله، دوك اللعابه كلهم مساكن كيبكيو. فلهذا يجب ان ندعمهم، لانه عندنا مقابلات مهمه من دابا شهر، وما غاديش يعاودوا يتلاقاو على شهر. واش غادي يمشيو مخاصمين؟ كلشي مقلق عليهم، كلشي كيكتب عليهم. الحكومه تدعم الفريق الوطني، ونتيقن انه جميع الفرق السياسيه اللي خدت الكلمه بانه اغلبيه ديالها تدعم الفريق الوطني. ان شاء الله غادي يكون عنده الحظوظ، والبنايه كتمشي بحجره بحجره. شكرا لكم، ونتمنى انه ان شاء الله مواضيع بحال هذه تكون يعني في لا ديسكوسيون ديالها يعني اكثر استفاده في المستقبل. وشكرا لكم.